هو عامه المساله ان مساله ولاه الامور ما لهم علينا السمع والطاعه الذي نعرفه فقط. اسماء الله توقيفيه على النص. يا ولد يا ولد يا ولد، احنا بنخبر عن الله يا حبيبي، بنخبر عن الله انه النفع والضر بيد من؟ بيد الله جل في علاه. هذا خبر، لو تعلمت الاول الاسماء والصفات ما كنتش وقفت كده. لكن جيد سؤالك، احنا قلنا الذي ينسب لله ثلاثه، اسماء صفات ايش؟ اخبار. ما صفات في منها صفات ذات وصفات افعال، اخبار. والاخبار اوسع بكثير من الاسماء والصفات. يعني ممكن تخبر عن الله انه هو موجود وليس موجود، تخبر عن الله انه هو نور، تخبر عن الله انه هو شيء وهو اخبر عن نفسه بذلك، هذه اخبار. وكما اخبر احمد عنه ان قال غياث المستغيثين. فهمت؟ في اي سؤال ثاني؟